لليوم الرابع واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق تام على بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. الاحتلال دفع بهذه البوابة الحديدية لعزل البلدة عن المناطق الفلسطينية الأخرى بحجة استمرار عمليات رشق الحجارة تجاه مركبات المستوطنين. طلاب الجامعات اللي بنروح على جامعة النجاح وعلى جامعة خضوري يوميا في معاناة لهم، في تكلفة مالية بزيادة، في معاناة في التأخر في الوصول إلى محاضراتهم. الموظفين اللي بيشتغلوا خارج عزون نفس الموضوع، البوابة هذه مغلقة. طريق ثاني، طريق عزب الطبيب برضو مغلقة، عليها حاجز بمنع الدخول والخروج. وبشكل يومي تتعرض عزون لاقتحامات إسرائيلية يسعى الاحتلال من خلالها لفرض وقائع عسكرية غالبا ما يكون عنوانها قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه الشبان والأحياء السكنية. في مضايقات، احنا يعني يوم عنا هسه بعد ظهر العصرية خلاص بيجوا علينا وسكروا المحلات، بنروح. هاي الحجار مثل ما تشاهد كل هالدنيا هنا احجار وتتسير وتخريب. وفي وسط عزون اتخذت قوات الاحتلال من خزان مياه البلدة نقطة عسكرية للمراقبة وفرض قيود على التنقل، الأمر الذي جعل الحياة تماما كالسجن الكبير الذي تضبط إيقاعه قرارات الاحتلال الجائرة بحق البلدة. الناس بطلت لا تتحرج ولا تروح ولا تيجي، اقتصاد انهار، بوابات مسكرة، منع تجول، فيش حركة. يعني المنطقة الحيوية اللي شوية بيشوف شوية ناس شوية حركة فيها اللي هي الدوار هسه تسكر، بيجوا وقت الحركة الناس وهذا بيعمل منع تجول بفرض الطوق أمني. وكانت المؤسسات الرسمية في بلدة عزون قد وجهت نداء لوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية خشية تصاعد وتيرة المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال. يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه البوابة الحديدية إلى فرض معادلته الأمنية على الأهالي في بلدة عزون، وأن يدفع المواطن الفلسطيني فاتورة المعاناة مقابل تأمين عبور المستوطنين في الجهة المقابلة. خالد بدير، قناة الغد، من بلدة عزون شرق قلقيلية فلسطين.